بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات ضحايا ريا وسكينة، وحلقة النهاردة رقم 71، الجلسة الأولى من محاكمة القرن العشرين، محاكمة ريا وسكينة ورجالهم. هنتناول إن شاء الله في الحلقة دي ترتيبات جلسات المحاكمة، وقائع الجلسة الأولى وجزء من وقائع الجلسة الثانية، أقوال المتهمين أمام هيئة المحكمة، والاستماع لأقوال شهود الإثبات اللي حضروا أمام المحكمة في الجلسة الأولى لمحاكمة ريا وسكينة. إن شاء الله عايز أخد رأيكم في حاجة، إذا كنتم نحب نكمل السرد على طول، ولا تحبوا الحلقة الجاية نقدم لكم نص محضر الجلسة الأولى لمحاكمة ريا وسكينة من واقع ملف القضية، اللي حصل بالظبط في محضر الجلسة، والأسئلة وطريقة سين وجيم. هنتظر رأيكم إن شاء الله في التعليقات. يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو سنة 1920، واللي كان موافق يوم 2 رمضان سنة 1339 هجرية، وقبل الساعة 9 بقليل اقتيد محمد علي القادوسي الشهير بأبو أحمد النص، وده كان المتهم الوحيد اللي كان أفرج عنه قاضي الإحالة كامل بيك شكري. اقتيد للمكان اللي كان تم احتجاز بقية أفراد العصابة فيه. وانتهت ترتيبات بدء الجلسة، وحضر 31 من شهود الإثبات، ولم يتخلف من شهود الإثبات إلا 3 شهود فقط، وهم الكابورال ويليام جولدينج صديق فردوس الإنجليزي، والغفير عبد الموجود عبد الرحيم خفير النقطة اللي كان بيقع فيها بيت الكامب، وأحمد أفندي نصار ملاحظ بوليس اسم شرطة اللبان. دول 3 شهود اللي ما حضروش الجلسة، وكانوا الشهود موجودين في قاعة مجاورة للقاعة اللي هتتم فيها المحاكمة، وجلس شهود النفي في قاعة منفصلة بعد حضورهم، على الرغم من ان اليوم ده ما كانش مخصص للاستماع لأقوالهم. والساعة 9 تماما تم نقل المتهمين 10 من غرفة الحجز إلى قفص الاتهام، وجلسوا فيه جميعا طبقا لترتيب أسمائهم في قرار الإحالة. وقف خلف كل متهم حارس من الشرطة، وقال مندوب الأهرام الخصوصي واللي كان له دور مهم جدا وعظيم جدا في نقل وقائع جلسات المحاكمة، قال إن منظرهم كان يدل على عدم التهيب، وكان أكثرهم تهيبا هو الصائغ علي محمد، أما ريا وسكينة فكانتا بحالة عادية جدا، وإن كانت سكينة أكثر من شقيقتها حركة وأقل اكترافا. واستدعى حاجب المحكمة المحامين 10 الموكلين والمنتدبين عن المتهمين وعن المدعي بالحق المدني من غرفة المحامين، استدعاهم إلى قاعة جلسة المحاكمة واللي ما كانش فيها موضع لقدم من شدة الزحام بالصحفيين وأهالي الضحايا وأصدقاء المتهمين وأهليهم، والكثير من المحامين وضباط الشرطة اللي قدروا يحصلوا على تصريحات لمتابعة المحاكمة، محاكمة القرن العشرين على سبيل الفضول. والساعة 9:15 خرج حاجب المحكمة من باب غرفة المدولة، وصاح وهو بيضع ايده على باب المدولة: محكمة. صمت كل اللي كانوا موجودين في القاعة وفي قفص الاتهام، واطفوا سجائرهم المشتعلة، وقفوا جميعا في سكون وصمت وكأن على رؤوسهم الطير. ولما اطمن الحاجب ان كل شيء تمام، فتح باب الغرفة ودخلت هيئة المحكمة، يتقدمها رئيس هيئة المحكمة المستشار احمد موسى باشا، وبعده عضو اليمين مستر هيل، وعضو اليسار واصف سميكا بيك. كانوا 3 من مستشاري محكمة الاستئناف الاهلية، واخيرا دخل سليمان بك عزت رئيس النيابة وممثل النيابة العمومية. اشار رئيس المحكمة احمد موسى باشا للحضور كلهم الواقفين في القاعة بالجلوس، فجلسوا في هدوء. نادى كاتب الجلسة علي افندي فهمي على المتهمين 10 عشان تثبت المحكمة حضورهم، وسأل رئيس المحكمة كل واحد منهم على اسمه ولقبه وعمره وصنعته ومحل اقامته واسم المحامي اللي هيترافع عنه.
أكد المتهمون كلهم البيانات الواردة في قرار الاتهام، وأثبت كل محامي حضوره عن المتهم اللي كان وكل أو انتدب للدفاع عنه. وبعد كل ده تلا كاتب الجلسة الأمر اللي أصدره قاضي الإحالة كامل بيك شكري بتقديم المتهمين العشرة إلى محكمة الجنايات، وطلب رئيس النيابة معاقبتهم بالمواد القانونية الواردة فيه طبقا للجرائم المنسوبة لكل واحد منهم في قرار الاتهام. كان أول من تحدث أمام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة الأولى محمد أفندي حسيب المحامي المنتدب عن محمد أحمد رمضان زوج فاطمة بنت محمد عبد رب وشيخة المخدمين والمدعي بالحق المدني. قدم لرئيس المحكمة إعلان الدعوة المدنية ضد المتهمين كلهم وضد وزارة الداخلية، وأمر رئيس المحكمة أحمد موسى باشا بضمها لأوراق القضية. وطلب فؤاد أفندي عريضة محامي وزارة الداخلية تسجيل اعتراضه على ذلك، وقال إن عنده دفع فرعي بيحتفظ لنفسه بالحق في إبدائه عند المرافعة. ولما واجه رئيس المحكمة أحمد موسى باشا المتهمين العشرة بالجرائم المنسوبة إليهم، اعترفت ريا وسكينة بالتهمة، وأقرت كل من ريا وسكينة بصحة الاعترافات اللي أدلوا بيها أمام النيابة وأمام سليمان بك عزت. وأكدت ريا وسكينة أن دورهم كان بيقتصر فقط على إحضار الطعام والخمر وعلى حضور عمليات القتل، ولكن من دون أن تباشر القتل بنفسيهما. وأنكر المتهمون التمانية الباقيين للتهمة تماما. أصر حسب الله ومحمد عبد العال على نفي كل التهم، وأكدوا وأصروا على بطلان كل اللي صدر عنهم من اعترافات أمام سليمان بك عزت رئيس النيابة. وخلال أقل من 5 ساعات استمعت هيئة المحكمة إلى 31 من شهود الإثبات بمتوسط أقل من 10 دقائق لكل شاهد، بما في ذلك الوقت اللي بيستغرق استدعائه وانصرافه. لم يتجاوز متوسط الوقت القليل ده إلا عدد قليل من الشهود زي سيدة بنت سليمان قاسم وزينب بنت حسن أم نظلة وعديلة بنت عبد العال الجزائرلي أو عديلة الكحكية وخديجة السودانية أم فردوس. كرر شهود الإثبات في أقوالهم نفس الوقائع اللي شهدوا بيها في تحقيقات النيابة أمام سليمان بك عزت، واللي أرادت فيها أنها تؤكد للمحكمة صحة اعترافات المتهمين الأربعة الرئيسيين ريا وسكينة ومحمد عبد العال وحسب الله، وكمان إثبات الصلة بين المتهمين وبعضهم البعض، وإثبات الصلة بين المتهمين المعترفين الأربعة وبين المنكرين منهم عرابي حسان وعبد الرازق يوسف وسلامة محمد خضر، وكمان لإثبات الصلة بين المتهمين كلهم وبين الضحايا. توالت أقوال الشهود أمام هيئة المحكمة وأكدت الحقائق الآتية: 1- إن حسب الله كان بيعيش مع ريا في بيت حارة علي بيك الكبير، واللي تم العثور على الجثث في أرضيته لحد قبل أيام قليلة من افتضاح أمر العصابة، وإن الزعم اللي كان بيزعمه إنه مطلق ريا ولم يقيم معاها في بيت علي بيك الكبير أبدا كان كذب في كذب. الحقيقة التانية اللي أثبتها أقوال الشهود أمام المحكمة إن محمد عبد العال كان بيعيش مع سكينة لحد ما سافر لقريته موشة في شهر مايو أو يونيو سنة 1920 وحل محله سلامة محمد خضر الكبت. الحقيقة التالتة إن عرابي حسان وعبد الرازق يوسف كانوا يعرفوا أهل همام معرفة وثيقة، وكانوا بيقوموا بحماية البيوت السرية اللي كانوا بيديروها، وكانوا بيترددوا على بيوت آل همام برفقة أو بصحبة رفيقتهم نظلة بنت أبو الليل مع عرابي حسان وأنيسة بنت محمد رضوان مع عبد الرازق يوسف. أثناء إدلاء الشهود بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة حدثت مفاجأتين أمام هيئة المحكمة. المفاجأة الأولى والأقل أهمية لما أخطأ الشاهد السادس محمد خليفة زميل محمد عبد العال في وابور خريمي، لما أخطأ في التمييز بين الشقيقتين ريا وسكينة ومنح كل واحدة منهم اسم الأخرى، وخلط بينهم على الرغم من شهادته وادعائه بأنه يعرفهم معرفة وثيقة، وده اللي ألقى بعض الشك على الجزء الأهم من شهادة محمد خليفة
واللي كانت بتربط وبتأكد الصلة بين محمد عبد العال وعرابي حسان. أما المفاجأة التانية اللي حدثت واللي كانت أكثر أهمية هي عدول الشقيقين شعبان الطرابيشي وعبد المطلب العربجي أبناء خضرة بنت محمد اللامي أولى الضحايا عن أقوالهم أمام النيابة وأمام سليمان بك عزت وفي التحقيقات. ولما حضروا أمام هيئة المحكمة لم يتعرفوا على الخلخال اللي تم ضبطه مع أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد النص، واللي قالت سكينة إنه خلخال أمهم خضرة بنت محمد اللامي وإنها أعطته لأمينة بنت منصور أم أحمد النص اللي عرفت إن صاحبة الخلخال اتقتلت وإنها أخدته تمن لسكوتها، واللي كان الخلخال ده هو الدليل الوحيد ضد أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد النص. ولكن أبناء خضرة بنت محمد اللامي شعبان وعبد المطلب أمام هيئة المحكمة غيروا أقوالهم. قال شعبان الطرابيشي إنه ما يعرفش الخلخال ده من الأساس، وقال عبد المطلب العربجي إنه ما يقدرش يجزم إن الخلخال المضبوط هو خلخال أمه خضرة بنت محمد اللامي. وبكده انهار ركن أساسي من أركان التهمة الموجهة ضد أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد النص، واللي كانت كيفتها النيابة العامة في قرار الاتهام بأنها الاشتراك مع الفاعلين الأصليين بالاتفاق والتسهيل في ارتكاب جرائم القتل. وما عدتش أمينة بنت منصور في حاجة لأي شهود زور يشهدوا أمام هيئة المحكمة بأنهم كانوا بصحبتها لما اشترت الخلخال أو بأنهم باعوه لها، وكمان ما عدتش محتاجة مساعدة شقيقاتها أو بناتهم اللي رفضوا مساعدتها على الرغم من توسلاتها ليهم بإنقاذها. كمان ما عدتش أم أحمد النص في حاجة لكل ده بعد ما تطوع أبناء خضرة بنت محمد اللامي لإنقاذها وتبرئتها من التهمة بإنكارهم معرفة الخلخال المضبوط معاها وإنكار أن خلخال أمهم مح خضرة بنت محمد اللامي أولى الضحايا. والغالب أن التغيير في موقف أبناء خضرة بنت محمد اللامي شعبان وعبد المطلب تم بتدخل من الأستاذ أحمد مرسي بدر المحامي محامي أم أحمد النص، اللي أدرك أن أسهل الحلول لهدم اتهام سكينة لأمينة بنت منصور هو أنه ينكر أبناء خضرة صلة الخلخال المضبوط مع أم أحمد النص بأمهم خضرة بنت محمد اللامي. ومن الممكن أنه يكون محامي أمينة بنت منصور وجه أقاربها إلى محاولة التفاهم مع أبناء خضرة واستثارة عطفهم على أمينة بنت منصور واللي لم يثبت أنها اشتركت في قتل أمهم، وكمان بإغراء أبناء خضرة بنت محمد اللامي بتعويض مالي عن فقدان أمهم. ومن الأكيد أن التفاهم بين أقارب أمينة بنت منصور وأبناء خضرة بنت محمد اللامي انتهى إلى اتفاق بينهم قبل بدء المحاكمة أنهى الاتهام الموجه ضد أمينة بنت منصور أم أحمد النص، ودفع المحامي للتنازل عن حقه في استدعاء شهود نفي يشهدوا زور لصالح موكلته. وبكده انتهت التهمة الموجهة لأمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد النص بنفي أبناء خضرة بنت محمد اللامي صلة أمهم بالخلخال المضبوط مع أمينة بنت منصور. وكان اللافت للنظر في المحاكمة أن المحامي المنتدب عن عرابي حسان وهو عثمان أفندي نور الدين لم يصر على تسجيل واقعة عجز الشاهد السادس محمد خليفة عن التمييز بين ريا وسكينة في محضر الجلسة، على الرغم من أهميتها القصوى للدفاع عن موكله عرابي حسان، وكمان ما أشارش ليها في مرافعته عنه، وكمان محضر الجلسة أغفلها تماما، والوحيد اللي ذكرها كان مندوب الأهرام في تغطيته لوقائع جلسة المحاكمة. وهنا وبعد 102 سنة بوجه أكبر تحية لمراسل الأهرام الخصوصي اللي كان له دور مهم عظيم ودور مهم جدا في نقل وقائع جلسات المحاكمة لقضية ريا وسكينة. وكمان يلفت النظر وبشدة أن رئيس النيابة سليمان بك عزت محاولش مناقشة أبناء خضرة محمد اللامي في إنكارهم لوقعة الخلخال وعجزهم عن التعرف على خلخال أمهم أمام المحكمة، مع أنهم كانوا تعرفوا على الخلخال أكتر من مرة أمامه وأمام مساعديه أثناء تحقيقات النيابة. والحقيقة وإنصافا للحق وللتاريخ أحب أوضح أن المقارنة بين المحاضر الرسمية لجلسات المحاكمة
وبين ما نشرته الأهرام بالتحديد وغيرها من الصحف يكشف وبوضوح عدم دقة محاضر جلسات المحاكمة وعن الإهمال في تدوينها، ويدل على أن الإهمال ده كان أحد مظاهر نظرة الاحتقار والاستخفاف اللي كان الجميع بما فيهم هيئة المحكمة نفسها وممثل الاتهام وكمان هيئة الدفاع عن المتهمين ينظرون لها للمتهمين، ويكشف عن أنهم كلهم كانوا بيتعاملوا مع المتهمين بفكرة مسبقة ومؤكدة وراسخة أنهم متهمون ومدانون ومذنبون، وبسبب كده ما أمشي المحامين بدورهم وبواجبهم في الدفاع عن المتهمين كما ينبغي، ولم يمارسوا حقهم حتى في مناقشة الشهود ومحاولة إيجاد أي ثغرات في شهاداتهم تساعدهم للدفاع عن المتهمين، على عكس المعتاد في المحاكمات الجنائية اللي بيقوم فيها عادة المحامون بعصر الشهود واستدراجهم للإدلاء بأقوال توحي أو تدل على تحاملهم على المتهمين أو تناقض بعضها البعض، أو يحاول المحامي حتى أنه يكشف أنهم شهود سماع وليسوا شهود رؤية، وده ينتهي إلى تشكيك المحكمة في صدق هؤلاء الشهود، ولكن كل ده لم يحدث من محامين عصابة ريا وسكينة سواء المنتدبين أو حتى الموكلين. وكان شفيق أفندي حلابة محامي عبد الرازق يوسف هو الوحيد من بين المحامين عن المتهمين اللي وجه سؤالين لشاهد واحد من ضمن 31 شاهد إثبات اللي استمعت لهم المحكمة، وهو محمد خفاجة. أراد من خلالهم شفيق أفندي حلابة أنه يثبت لهيئة المحكمة أن موكله عبد الرازق يوسف ما كانش يعرف أنيسة بنت محمد رضوان، وأن ريا هي اللي قدمتها له، وأراد أنه ينفي الصلة بين عبد الرازق يوسف وبين تردد أنيسة على بيت ريا اللي تم العثور على جثتها في أرضيته. كان محمد أفندي حسيب محامي المدعي بالحق المدني محمد أحمد رمضان النجار زوج فاطمة بنت محمد عبد الرب وشيخة المخدمين، طلب مناقشة الشاهد محسن السقة أو عبد المحسن بخيت، واستدرجه عشان يعيد رواية الحوار اللي دار بينه وبين شيخ الحارة لما ذهب إليه محسن عشان يشكو من قيام ريا بإدارة بيت للدعارة السرية بين بيوت الأحرار، ويشكو إليه من تعرضه لتهديد من عبد الرازق يوسف وعرابي حسان، فنصحه شيخ الحارة بعدم التعرض لهم وقال له الحكومة عارفة وسكتة وانت ملكش صالح. كل ده عشان يثبت محمد أفندي حسيب تواطؤ رجال الشرطة مع أفراد العصابة. وبعد ما انتهت أقوال شهود الإثبات أمام هيئة المحكمة من دون أي تعليق من الدفاع، فالتزم المتهمون الصمت ومحاولش أي متهم منهم مناقشة شهود الإثبات، ما عدا سكينة اللي بسبب توترها ورغبة منها في الاستعراض دخلت في ملاسنات كلامية مع الشهود كانت بتهدف لتجريح النساء من الشهود، فبدأت سكينة في تكرار اتهامتها لسيدة بنت سليمان قاسم الشهادة الأولى بأن كل الخبص اللي كان بيجري في البيت كان بعلمها، وده اللي أغرى ريا بمشاركة سكينة في الهجوم على الشهادة التانية زينب بنت حسن أم نظلة، وعيروها بأنها كانت قوادة زيهم وأنها كانت بتعلم بتردد بنتها نظلة أبو الليل على منزلهم لممارسة الدعارة السرية، وردت عليهم أم نظلة وزادت المناقشة والملاسنة بينهم، وكادت أنها تتحول لمشاجرة داخل هيئة المحكمة أو داخل المحكمة لولا تدخل رئيس المحكمة أحمد موسى باشا اللي أمر ريا وسكينة بالتزام الصمت وعدم الكلام، وأمر الشهدة زينب بنت حسن أم نظلة بالانصراف. ولكن الموقف اشتعل مرة تانية لما واجهت سكينة نفس التهمة اللي هي العمل بالدعارة للشهدة الثالثة فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة زوجة عبد الرحيم الشربطلي. كانت تدخلات الشقيقتين ريا وسكينة بدون فايدة في الدفاع عنهم بعد ما أقروا واعترفوا أمام هيئة المحكمة بالتهمة، وأكدوا واعتمدوا اعترافاتهم أمام سليمان بك عزت في تحقيقات النيابة، ولكن كان الهدف الوحيد من تدخلاتهم دي هو الانتقام من الشهود. أما حسب الله فحاول أنه يوظف في المرتين اللي ناقش فيهم شهدين من شهود الإثبات، حاول يوظف ده لصالح الدفاع عنه والتحسين موقفه في القضية، وهو اللي فات على محاميه أو تجاهله. فعلق حسب الله على شهادة أحمد عدس بأنه اصطحب محسن السقة للخمارة
اللي كان بيجلس عليها عبد الرازق مع حسب الله، قال حسب الله عن كده: الشاهد ده كان فاتح قهوة حشيش جنب ريا وكان بيستنفع منها، وهي اللي جايباه يشهد عليا. وعلق حسب الله على شهادة عزيزة بنت عبد العزيز اللي كانت حملت الجثة اللي تم العثور عليها في خرابة شارع الوسطي، وقال: وهو ده معقول؟ أروح معاها ليه؟ مش كان أحسن لأنقل الشوال بنفسي ووفر الربع ريال؟ وبسبب أن الجميع كانوا متعجلين للانتهاء من نظر القضية اللي كانت وقائعها من البشاعة والفظاعة اللي تجعل اللي يسمعها لا يستريح، وخاصة في شهر الصيام شهر رمضان المبارك، هذه الأيام المباركة الجميلة، أول ما الساعة وصلت للواحدة والنصف بعد الظهر كانت انتهت المحكمة من الاستماع لأقوال كل شهود الإثبات ما عدا الثلاثة اللي تغيبوا عن حضور الجلسة، وهم الكابورال ويليام جولدينج صديق فردوس الإنجليزي والغفير عبد الموجود عبد الرحيم وأحمد أفندي نصار ملاحظ بوليس اسم شرطة اللبان. وعبر الجميع عن حماستهم للالتزام بالموعد اللي حددته المحكمة للانتهاء من المحاكمة. وقف سليمان بك عزت وأعلن تنازله عن حقه في الاستماع لأقوال الشهود الثلاثة المتغيبين لتوفير الوقت اللازم لإعادة إعلانهم بالحضور، وعشان تقدر المحكمة تنتقل في اليوم التالي مباشرة للاستماع لشهود النفي. ولم يتمسك أحد من محامي المتهمين بحقه في الاستماع لأقوال شهود الإثبات كلهم أو بحقه في مناقشتهم وتفنيد أقوالهم، بما في ذلك محامي عرابي حسان عثمان أفندي نور الدين اللي كان يقدر بمجهود قليل في المناقشة أنه يستغل عدم حضور أو عزوف الغفير عبد الموجود عبد الرحيم عن الشهادة ضد عرابي، وكان يقدر بقليل من المجهود يحوله من شاهد إثبات لشاهد نفي يفيد عرابي في موقفه في القضية. لم يكتفي المحامون بالعزوف عن مناقشة الشهود وبالتنازل عن حقهم في إعادة إعلان اللي تغيب من شهود الإثبات، لا وكمان تنازلوا وبمنتهى الأريحية والكرم عن معظم شهود النفي، وكان دفاع اتنين من المتهمين بس وهم عرابي حسان وعبد الرازق يوسف هم اللي استأذنوا المحكمة في إعلان شهود للنفي وأذنت لهم المحكمة. وبكده انتهت وقائع الجلسة الأولى من جلسات محاكمة عصابة ريا وسكينة. بدأت وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة محاكمة ريا وسكينة ورجالهم في الساعة 9:15 من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 11 مايو آيار سنة 1921 اللي كان موافق للثالث من شهر رمضان المعظم سنة 1339. وتبين ان ثلاثة فقط من شهود النفي الخمسة اللي طلبهم دفاع عبد الرازق يوسف هم اللي حضروا، وتغيب اتنين من شهود النفي، وتغيب كل شهود النفي الأربعة اللي كان طلبهم دفاع عرابي حسان، وتنازل الدفاع ببساطة عن شهود النفي اللي ما حضروش. وده وإن دل كان يدل على إهمال المحامين عن المتهمين في القضية. والحقيقة إن أقوال شهود النفي الثلاثة اللي ناقشهم الدفاع ما كانتش لها فايدة تذكر. كان بينهم واحدة من جارات أنيسة بنت محمد رضوان شافت المشاجرة اللي كانت جرت بين أنيسة بنت محمد رضوان وبين حمات أخوها، واللي انتهت بضياع فردة الحلق اللي كانت بتتزين به. وكان من الواضح زي ما قال مندوب الأهرام في تغطيته للجلسة إن الدفاع يريد إنه يوحي إن فردة الحلق سرقت من أنيسة قبل تعرفها على عبد الرازق يوسف، وإنه لم يسرق منها شيئا، وبالتالي فإنها أي أنيسة لم تشهر به عشان يكون ذلك مبررا يدفعه لقتلها. ولكن ولأن وقعت السرقة المنسوبة لعبد الرازق يوسف كانت بتتعلق بفردة الحلق التانية وليست الأولى اللي لم يذكرها أحد من شهود الإثبات، فإن رئيس النيابة لم يجد مبرر لمناقشة الشهادة. وده اللي فعله رئيس النيابة سليمان بك عزت مع شاهدين آخرين وهم من أصحاب العربات الكرو اللي عمل معهم عبد الرازق، لأن كانت شهادتهم له بالاستقامة وحسن السير والسلوك أثناء عمله معهم كانت بتنصب على الماضي ومش على الحاضر، بعد ما أقر هو بنفسه أنه ترك العمل عندهم مع بداية سنوات الحرب وانتقل للعمل بالسلطة العسكرية البريطانية، وبالتالي شهادتهم ليست ذات قيمة ولا تبرئ عبد الرازق يوسف.
وشاف رئيس هيئة المحكمة أحمد موسى باشا أنه يستغل الوقت اللي توفر بسبب غياب بقية شهود النفي في إعادة استجواب آل همام، لعل من الممكن واحد منهم يقدم دليل أو شاهد ينفي التهمة عنه، ولكن ما أضافش أي حد منهم أي شيء جديد عن اللي قالوه في اليوم السابق في الجلسة الأولى، ما عدا سكينة اللي اتهمت أم أحمد النص أو أمينة بنت منصور بأنها أس كل المصايب، وأنها أول من أوحى لعبد الرازق بأنه يذكر هانم الاسم المستعار لخضرة بنت محمد اللامي أولى الضحايا عشان يستولي على زوج المباريم اللي كانت بتتزين به، ولما فشلت المحاولة فكر الرجال في مشروع القتل. وعبد الرازق اللي زود على أقواله السابقة واتهم الصاغ محمد كمال نامي مأمور اسم شرطة اللبان بأنه ضربه ومنعه من الطعام عشان يعترف على نفسه وعلى غيره، واستشهد محمد عبد العال على كلامه ده بعرابي حسان اللي قال أنه عذبه في حضوره، وبكده بيكشف عن تحالف جديد تم بين محمد عبد العال وبين عرابي حسان، وهيكون للتحالف ده أثر كبير فيما بعد زي ما هنتابع ونشوف بعد كده. كانوا شهود الإثبات اللي حضروا أمام هيئة المحكمة في الجلسة الأولى اللي تمت يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو آيار سنة 1921 كالآتي: السيدة بنت سليمان قاسم، زينب بنت حسن الشهيرة بأم نظلة، فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة زوجة عبد الرحيم الشربطلي، محمد إبراهيم الغاوي الشهير بالعجوز، حوة بنت سيد أحمد، محمد خليفة، خضرة بنت علي بائعة البرتقال، محمد حسن محمود المخبر السري، شفيقة بنت فتيان نمر، عبد المحسن بخيت أو محسن السقة، أحمد محمد مصطفى الشهير بأحمد عدس، محمد خفاجة، عديلة بنت عبد العالي الجزائرلي الشهيرة بعديلة الكحكية، محمد هليل، محمد عمر شيخ الحارة، قاسم حسن شيخ الخفراء، عزيزة بنت عبد العزيز وشهرتها جوهرة بنت عبد العزيز، عيشة بنت عبد المجيد، أم إبراهيم بنت علي الحبشي، علي محمد فهمي صاحب المخبز، أحمد فخري، حنة يعقوب حكيم، عبد الفتاح أحمد، السيد عبد الرحمن المكواجي، زكية بنت جعفر، زنوبة بنت أحمد أبو هلال زوجة حسب الله التانية، محمد أحمد رمضان أو رمضان النجار، شعبان محمد ابن خضرة بنت محمد اللامي، وعبد المطلب محمد ابن خضرة بنت محمد اللامي، والحج حسين علي وفيق زوج نبوية بنت جمعة وجليلة بنت جمعة. دول كانوا شهود الإثبات 31 اللي حضروا أمام هيئة المحكمة واللي شهدوا يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو سنة 1921. بكده بكون قدمت لكم وقائع الجلسة الأولى وجزء من وقائع الجلسة الثانية من جلسات محاكمة القرن، محاكمة ريا وسكينة ورجالهم. لو تحبوا إن شاء الله أقدم لكم الحلقة الجاية واللي بعدها النص الكامل لمحضر جلسة المحاكمة الأولى، يعني بطريقة سين وجيم، وما حدث بالضبط من واقع ملف القضية. أتمنى أن أشوف ده في التعليقات، ومنتظر أراكم وأسئلتكم في التعليقات. أتمنى أن الحلقة تكون نالت على إعجابكم ورضاكم. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.